16,000 جهادي أجنبي دخلوا إلى سوريا انطلاقا من 80 دولة حول العالم. هذا ما ورد في تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA نشرته الواشنطن بوست، وبيّنت على خريطة العالم ما هو عدد الجهاديين الذي صدرته كل دولة. المرتبة الأولى احتلتها تونس التي ذهب منها نحو 3,000 مقاتل إلى سوريا، وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ب2500 مقاتل، ثم الأردن ب2089 مقاتلا، يليه المغرب ب1500، ليحتل لبنان بحسب تقرير CIA المرتبة الخامسة ب890 مقاتلا، وتلي روسيا لبنان ب800 مقاتل. النسبة الأكبر من جهادي أوروبا تأتي من بريطانيا ثم فرنسا فبلجيكا، أما أمريكا فصدرت إلى سوريا بحسب تقرير CIA 130 مقاتلا. إذن من تونس ذهبت النسبة الأكبر من الجهاديين إلى سوريا، فما هي المفارقة في أن يحتل هذا البلد المرتبة الأولى في تصدير الجهاديين؟ من هنا من مدينة سوسة التونسية، مدينة السهر والترفيه، مدينة المليون سائح سنويا، تخرج النسبة الأكبر من الجهاديين. وفي تقرير بثته قبل أيام شبكة فوكاتيف الإخبارية الأمريكية، تحدثت إلى بلال شاب تونسي يستعد للسفر من أجل الجهاد. عائلتي ما في بالهمش إذن ما سننش الجهد. وهذه عائلة محمد ابن 17 عاما الذي سبق بلال إلى ساحة القتال. عائلته تتهم أستاذا للرياضيات في سوسة بتجنيد الشبان مقابل 18,000 دولار يتقاضاها من تنظيم داعش لقاء كل مجند. وتقول العائلة إن محمد تأثر أيضا بالأفلام الدعائية التي تروجها داعش والتي وجدت مقاطع منها على الكمبيوتر الخاص بمحمد.